أخبار المهرية باختصار: مقتل امرأة وإصابة طفلين بقصف حوثي شمال منطقة كرش في محافظة لحج. القصف المدفعي الحوثي استهدف منازل المواطنين في قرية الحوامرة. تشيع 4 أفراد من قبيلة القحطان بعدما قتلوا في اشتباكات مع مسلحي الانتقال في أبين، وتشهد مديرية مودية توترا كبيرا في أعقاب الاشتباكات التي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين. الحوثيون يجبرون المئات من المهاجرين الأفارقة على مغادرة محافظة صعدة إلى صنعاء، ونقل المهاجرون إلى منطقة تجمع قرب مصلحة الهجرة والجوازات تمهيدا لترحيلهم القسري إلى بلدانهم. هاري كين يحصد لقب الهدف التاريخي لنادي توتنهام بعد تسجيله هدف الفوز على فولهام. هدف كين يرفع رصيده إلى 15 هدفا في دوري هذا الموسم و199 هدفا في مسيرته. شركة آبل الأمريكية العملاقة تعتزم نقل 25% من إنتاجها العالمي للهند في المستقبل. موردو آبل يعتبرون الهند قاعدة لإنتاج هواتف آيفون بعد الصين، والتي تعد المقر الرئيسي لإنتاج هذه الهواتف. إلى اللقاء باختصار آخر.